بجد الترحيب بحضراتكم مرة تانية، ودلوقتي وصلنا للجزء الأخير من حلقتنا فقرة سهم وكوس، وخلينا نرحب بضيفنا العزيز الناقد الرياضي الأستاذ محمد عطلة. يا أستاذ محمد نهارك أبيض ومنورنا. أهلا بيك، أهلا بيك، أهلا بحضرتك منورنا. طبعا في البداية أكيد عايز أعرف وجهة نظرك بقى ورؤيتك الفنية امبارح لمباراة نادي الزمالك والفوز اللي كان مستحق امبارح لنادي الزمالك على نادي أبو سليم الليبي. والله هو فوز في توقيته، يعني الاول لما كانش عندي شك انه الفريق يقدر يكسب، لانه رغم انه مباراه الاسماعيلي ما قدرناش نسجل فيها بالتالي الفريق ما كسبش، لكن الاداء كان شكله كويس جدا جدا، كانت بدايه كويسه لجوميز. يعني ماتش امبارح كان استمرار للاداء الكويس دوت، رغم انه الفريق لعب المباراه بدون مش قائمته بالكامله، لانه بالزبط. مش كل العناصر اللي بنعتمد عليها في الدوري المحلي قدرنا نعتمد عليها امبارح. الفريق تقريبا شبه بدا بنفس التشكيل اللي لعب بيه الدور الاول، لكن الفريق كان شكله منظم جدا جدا، منظم على المستوى الدفاعي، وكمان كان شرس هجوميا، وده كان شيء كان في تنظيم امبارح في الخطوط كلها نادي الزمالك، واللعيبه كلها كانت ملتزمه بتعليمات المدير الفني بالظبط. وكمان مش هننسى رغم انه المباراه بتتلعب على ارض محايده، لكنها مباراه خارج ارضك. صحيح. انت حققت فيها الفوز. صحيح. ده برضو بيضيف ليك في بطوله افريقيه، شيء مهم جدا نادي الزمالك كان بيفتقده يعني لفترات كبيره. من وجهه نظرك ايه اللي اختلف عن مباراه الذهاب عن مباراه الاياب امبارح؟ يعني اللي يشوف مباراه الاياب امبارح يقول لك لا مش ده اداء نادي الزمالك اللي كان في المباراه اللي هنا، اللي يعني اللي فاز بيها 1-0 كانت بصعوبه انت فاكر على نادي ابو سليم. بالظبط. انا هقول لحضرتك مبدئيا المرحله نفسها بتختلف، الظروف اللي اتلعبت فيها مباراه الزمالك اللي هي كانت في الدور الاول من دور المجموعات. بالزبط. والاجواء كانت مختلفه تماما. بالزبط. عن الظروف اللي بتلعب فيها حاليا. صحيح. ظروف الفريق بشكل عام افضل، ظروف النادي كله بشكل عام افضل حاليا. لو رحت بقى للامور الفنيه، اكيد وجود مدرب جديد تاني مباراه ليه بتعتبر شيء مهم جدا. المدرب اخذ فتره اكتر مع الفريق انه الفريق يتنظم بشكل افضل في الملعب، زي ما اتكلمنا كان نادي الزمالك كان مستباح دفاعيا بشكل كبير جدا جدا. نادي الزمالك ما كانش بيقدر يخلق فرص كتير، ما كانش بيقدر يسجل بشكل كبير، ده كله كان موجود امبارح ما كانش موجود في مباراه الدور الاول. والاستحواذ برضه على الكوره، استعاده الكوره بشكل، انت بتستحوذ لانك بتقدر الكرة تسترجع الكوره الثانيه امبارح كانت للزمالك. بالظبط، لانك بتقدر تسترجع الكوره بشكل اسرع، بالتالي بتقدر تكون الاستحواذ معاك اطول، قد اطول فتره ممكنه من الوقت. عناصر الفريق كان في عناصر على المستوى الفردي امبارح كانوا كويسين جدا جدا، يعني خلف توقعات كبيره، يعني مثلا محمد اشرف رؤى رغم انه كان في انتقادات جماهيريه كتيره كان امبارح كويس جدا، عمر جابر كان ممتاز امبارح رغم انه مركزه كان مختلف. بالزبط. ناصر منسي اللي كل ما بياخد بيظهر بشكل كويس، فانا اتمنى انه يستمر بقى. هو ناصر جوه ال 18 هي دي قدراته. بالظبط، بيغيب وبيرجع بشكل كويس. انا فاكر السنه اللي فاتت في الكونفدراليه لما شارك وسجل هاتريك. بالظبط، هو كده بقى، خد بالك بقى كده بقى جايب 5 تجوان مع نادي الزمالك في البطوله الافريقيه. بالظبط. لما لعب قدام بيراميدز في ماتش الكاس برضه نزل وسجل امبارح سجل، فانا اتمنى انه يستمر بقى. انت عندك دلوقتي عناصر كويسه جدا جدا في خط الوسط وعلى الاطراف يقدروا يصنعوا كم كبير جدا من الفرص، فاحنا محتاجين مهاجم صندوق، اعتقد انه ده متوفر بشكل كبير جدا في ناصر. اتمنى انه يستعيد نفسه بدنيا بشكل افضل، لانه نوعا ما بدنيا انا ما حسيتش انه يعني مش فيت 100%، يمكن لانه بعيد شويه عن المباريات. فانا اعتقد ان هو يستحق ان احنا نديله ناصر، لانه عنده قدرات مهاجم، بيلعب بدماغه كويس جدا جدا، بيلعب برجليه الاثنين كويس جدا، بيتحرك كويس قوي في ال 18، فاتمنى انه يستمر ويستفيد بقى من كم الفرص اللي هتصنع له عن طريق سواء محليا عبد الله سعيد او شيكابالا او زيزو او حتى من كمان الاطراف. بالظبط، او حتى زي امبارح عمر جابر. بالظبط كده، فان شاء الله يستمر ويقدر نبني عليه الجزء المتبقي من الموسم ان شاء الله. طيب. لانها فتره مهمه جدا. شايف برضو من الحاجات الايجابيه لمستر جوزيه جوميز ان هو برضو امبارح دفع بناصر منسي كاساسي زي ما انت شفت، وعواد كمان. بالظبط، سيف الجزيري كان في ماتش الاسماعيلي، كان صبحي في ماتش الاسماعيلي، فشايف ان هو برضو عايز يخلي اللعيبه كلها اي شيء في فورمه الماتشات. هو الراجل لسه مدرب جديد، فحق اللعيبه عليه، وحق اللعيبه عليه ان هو يشوفهم كلهم. بالظبط، وبعد كده يختار العناصر الاساسيه بتاعته. هو راجل بيثبت التشكيل، اعتقد انه هيعمل ده، لكن في نفس الوقت مش بيتجاهل المجموعه المتبقيه او يخلي لعيبته كلها جاهزه. بالظبط، هو دي طبيعته. بالزبط. في كل الفترات بتاعته التدريبيه هو بيعتمد على كم كبير جدا من اللاعبين، كمان بيدي فرص كبيره جدا جدا للناشئين. هو راجل اعتقد انه هيندمج بشكل سهل جدا في سيستم نادي الزمالك، ويقدر ينجح ان شاء الله، لانه اعتقد انه عنده شغف تاني انه يستعيد اسمه ومسيرته كمدرب كبير، لانه في الدوري السعودي انا تابعته مع الهلال، مع نادي التعاون السعودي، مدرب ممتاز جدا وعمل نتائج كبيره. يعني انا اتذكر له مباراه كسب الهلال السعودي 5، طبعا نتيجه صعبه جدا في السعوديه، فاعتقد انه ان شاء الله هيقدر يفيد نادي الزمالك بشكل كويس. النقطه اللي حضرتك ذكرتها، نقطه انه ادى امبارح لناصر منسي وادى لمحمد عواد، دي نقطه مهمه جدا. وكمان اللعيبه الصفقات الجديده بالظبط، عشان اللعيبه كلها ما تحسش ان الراجل عنده وجهه نظر مسبقه. لا، اللي هيجتهد واللي هيلعب واللي هيظهر بشكل كويس هو اللي هيقدر يقدم، بالذات ان انت عملت
صفقات كبيره، فالتنافس ده لازم جدا يكون موجود جوه الفريق. طب شفت برده امبارح مشاركه ياسر حمد امبارح؟ بصراحه قدم برده مستوى مميز جدا بالظبط مع احمد حمدي مع ترافيس موتيابا. بالظبط، رغم انه الثلاثه زي ما اتفقنا ان هم ياسر جايين. ياسر حمد مدافع قوي، مدافع قوي جدا ان شاء الله يقدر يعوضنا غياب الونش. اعتقد انه الثلاثه عناصر مهمه جدا مفيش خلاف عليهم، اغلبهم لعيبه دوليين او كلهم الثلاثه لعيبه دوليين، لكنهم ينقصهم بس العامل البدني. يمكن حمدي فتره اللي هي بالظبط فتره التوقف اللي هي بين الدوري الكندي والدوري المصري اللي هو ابتعد فيها شويه عن الملاعب، موتيابا محتاج ينشف شويه لكنه عنصر مهم وعنده فرديات ممتازه. ياسر حمد عنده قوه بدنيه كبيره، اعتقد ان شاء الله مع الامور البدنيه ولياقتهم البدنيه تكتمل، الراجل هو اصلا مدرب لياقه جوميز، فاعتقد انه هيقدر ينمي الموضوع ده جدا فيهم، وهيبقوا عناصر مهمه جدا ومفيده الثلاثه ان شاء الله. طب نقدر نقول فتره التوقف الدولي فاتت نادي الزمالك كتير؟ بدون شك، يعني اكيد اختلف نادي الزمالك قبل التوقف غير نادي الزمالك بعد التوقف. بالظبط كده، وكمان اضافه يعني كنا نتمنى انه طبعا مع العناصر والصفقات بالزبط. طبعا كنت بس برضه إن تحس ان اللعيبه في حاله كده، في روح جميله في بالظبط. هو الراجل استغل الموضوع بشكل كويس جدا، الجهاز المساعد بتاعه بيشتغلوا بشكل ممتاز جدا بصراحه، بشوفهم وبشوف التدريبات اللي بتتحط على الصفحات الرسميه بتاعت نادي الزمالك، اعتقد انه الفريق في انسجام وفي رغبه في الشغل، في رغبه في الانجاز من صحيح. الكل بقى حاليا بصراحه مش هنقدر ننسى كابتن عبد الواحد السيد اللي موفر اجواء ممتازه. دور عظيم بصراحه كادر مهم جدا محتاجين كلنا كمنظومه نادي الزمالك ان نحافظ عليه. نادي الزمالك محتاج ان يكون عنده كوادر مميزه زي كابتن عبد الواحد، بالذات لما يكونوا من اولاد نادي الزمالك. بالظبط كده، كادر مهم جدا، اعتقد انه مكسب كبير قدرنا نخرج بيه من الفتره الصعبه اللي كانت قبل كده، فان شاء الله يستمر على دوت باذن الله. طب برضه عايز اسالك واكلمك في جزئيه هبوط المستوى شويه في اخر ثلث ساعه، حتى دي اللي اتكلم فيها مستر جوزيه جوميز اللي هو قال لك انا ما حملش اللعيبه، انا عملت اربع تغييرات مره واحده، فدي برضو من الحاجات اللي سببت يعني الاداء اختلف شويه نادي الزمالك اخر ثلث ساعه. بجانب طبعا خد بالك القرارات التحكيميه اللي الحكم انت عارف كارثي لا ممكن تنرفز اللعيبه في الملعب. بالظبط، على فكره انه في دور المجموعات دايما اخر 3 4 سنين نادي الزمالك تم ايذائه بشكل كامل من التحكيم. يعني في بطولتين اعتقد دوري ابطال افريقيا قبل كده قبل الكونفدراليه اللي فاتت دي نادي الزمالك خرج بسبب قرارات تحكيميه. بالزبط. انا فاكر انه كان في لعبه الحكم اللي هو باملاك تيما ده كان في ضربه جزاء صريحه ما اتحسبتش برده، والسنه اللي فاتت اتحسب عليها ضربه جزاء غريبه برده، فاعتقد انه مش عارف لازم الاتحاد الافريقي يشوف حل انه ما ينفعش يلعب دور مجموعات من بدون فار. يعني مثلا امبارح كان يقدر الزمالك او يجيب حكام على قدر يعني المستوى وعلى قدر ده فريق كبير وعنده جماهير وعنده تاريخ، فالناس مش هتستحمل يعني ايا كانت الكفاءه الفار اساسي جدا يعني لعبه زي بتاعه امبارح دي كان لازم الفار، كان بدون شك هيلغيها. يعني لازم الفار يكون موجود لانه بالظبط يعني يعني ده حسب دي وما حسبش دي بالظبط كده. وكمان اللعبه التدخلات العنيفه جدا طول الوقت بصراحه، اي حاجه بصراحة فاول انت خدت بالك يعني اللي هو عايز يركب الفرقه عليك بلغه الكوره في المباراه. كان طول الوقت في تدخلات غريبه طبعا دوت انت لما بيكون في فار اللعيبه بتكون عارفه انها متراقبه ومتشافه فبالتالي بيخافوا، لكن اللعيب لما يبقى نازل عارف ان مفيش فار فبيكون عنده قدره ان هو يهرب شويه من القرارات التحكيميه. امبارح الزمالك كان يقدر يخرج ماتش رقم الثاني على التوالي كلين شيت بدون ما يهتز شباكه، لكنه امبارح يعني احتسب عليك هدف من غير ما يدخل اصلا المرمى. ممكن يعني ممكن امبارح الشوط الاول بس يخلص، مش هقول لك اربعه بس يخلص ثلاثه. بالظبط، وارد لو في معاك يخلص ثلاثه. بالظبط، وارد ده يحصل بالذات انك بتدخل عناصر جديده مع الفريق، لكن ان شاء الله باذن الله الامور دي كلها يتم تجاوزها. وطالما ان الراجل اخد باله منها فده المهم. انت بالزبط. بدايه تصحيح اي شيء انك تعترف بيه، وهو الراجل قال انا عارف انه في مشكله حصلت، وده كلام مهم جدا بالزبط. يعني الراجل مش متجاهل الموضوع او مش متجاهل ان في مشكله بالزبط. عشان كده قلت لك انا واثق فيه جدا وان شاء الله يقدر يقدم شيء كويس معانا. طيب انت عندك المباراه اللي جايه مباراه نادي الداخليه في بطوله الدوري، انت عارف مفيش مباراه في بطوله الدوري سهله يعني سواء فريق يعني بغض النظر عن ترتيبه في جدول الدوري المصري، لكن كل اللقاءات بقت صعبه، شايف ان دي هتبقى بروفا مهمه جدا لنادي الزمالك قبل الماتش المهم زي ما حضرتك عارف نهائي كاس مصر مع النادي الاهلي. بالظبط كده، انا اعتقد انه الماتش كمان يمكن انا بالنسبه لي ماتشات الدوري اللي جايه دي كلها مهمة اهم جداً. من اي شيء اخر. بالزبط. انت نادي الزمالك ما ينفعش يشارك السنه اللي جايه في الكونفدراليه، وبالذات انك كمان مع مط الموسم اللي حصل دوت ان الموسم هينتهي في اغسطس، فانت حاليا مش عارف الترتيب اللي هيتبعت للاتحاد الافريقي ايه عشان يحددوا مين اللي هيشارك في الكونفدراليه وفي دوري الابطال السنه الجايه. فنادي الزمالك محتاج انه يغير مركزه الحالي في الدوري باسرع وقت ممكن، لازم ده يحصل. وده مش هيتم غير انك تعمل سلسله
انتصارات متتاليه في الدوري المصري تضمن لك انك تتقدم لاعلى مرحله لاعلى مكان ممكن قبل ما يتم تحديد. بالظبط. والنقطه دي كمان لازم مجلس اداره نادي الزمالك يكون واخد باله منها جدا جدا، انه لازم يتم مناقشه الموضوع حاليا مع الرابطه ومع اتحاد الكوره، انه يتم تاخير ارسال اسماء الانديه المشاركه في دوري الابطال وفي الكونفدراليه لاقصى وقت ممكن. اوكي ممكن تعمل دراو، ممكن تعمل قرعه، ما فيش مشكله، اعملها باسماء الانديه او ما تحصلش تاني او بمراكز او اسماء انديه، مش لازم تسمي الانديه. صحيح. عشان تضمن لنفسك انك تروح بالمركز اللي انت حققته محليا. نادي الزمالك مش مشكلته. صحيح. اللي بيحصل حاليا في الدوري المصري وانه هينتهي في اغسطس، دي مش مشكله نادي الزمالك اطلاقا. طب. فبالتالي نادي الزمالك مش مطالب منه ان يتحمل مشاكلها. صحيح. طب لو عايزين نرجع لجزئيه المباريات تاني، مستر جوميز بدا بلعيبه في ماتش الاسماعيلي، بدا امبارح بلعيبه في مباراه ابو سليم، شايف بقى مباراه الداخليه خلاص هيبقى هو ده التشكيل اللي هيبتدي بيه مباراه الاهلي؟ اعتقد انه عبد الله السعيد هيكون موجود. زيزو غالبا مش هيلحق الماتش اللي جاي. حتى لو هيلحق هو مش هيغامر بيه، لكن اعتقد انه في وفره في المركز ده، ممكن اوباما يلعب. ممكن لا انا بكلمك اللي انت ثبات التشكيل، شايف لا ان اعتقد ان هو هيفضل يدي فرص. اعتقد انه هيفضل يدي فرص. هو ممكن يبدا بتشكيل اساسي زي اللي بدا بيه قدام الاسماعيلي. اعتقد ان هو ده التشكيل الاقرب انه يبدا بيه، مش التشكيل اللي بدا بيه امبارح، نفس التشكيل اللي بدا بيه قدام الاسماعيلي. في الشوط الثاني ان شاء الله يقدر يدي عناصر اكبر، يبتدي يدخلهم معاه، عشان وفي ماتش اتوار كمان اعتقد ان هو هيفضل يعمل كده، هيدي العناصر الاحتياطيه. بس انا بكلمك في اللي هم يعني الماتشين الاهم بالنسبه للداخليه وبعد هو لازم الماتشين دول يستغلهم انه يجهز اكبر كم من اللعيبه لماتش الاهلي بتاع نهائي الكاس. فاعتقد ان هو هيعمل ده، واعتقد انه في عناصر ممكن نشوفها ان شاء الله في الماتشين الجايين دول، بس مش على حساب نتيجه الماتش. يعني هو هيامن نفسه الاول ان هو يكسب، بعد كده يقدر يضيف عناصر من اللي هي محتاجه بقى تاخد وقت عشان يجهز وياخد فورم. طيب في وجهه نظرك ازاي مستر جوميز والجهاز الفني بالكامل ومعاه كمان الكابتن عبد الواحد السيد اللي انت لسه كنت بتتكلم على دوره الكبير مع فريق الزمالك، ازاي هيهيئوا اللعيبه نفسيا غير فنيا لمباراه النادي الاهلي في كاس مصر؟ انا في وجهه نظري انت عارف مباراه الاهلي والزمالك دايما بتبقى خارج التوقعات، دايما بتبقى المباراه اللي يعني اللي مرتاح نفسيا كده ومعنويا، هو ده اللي بيفرق معاه في الماتش. هو الفرقه الحمد لله احنا الفريق بيدخل الماتش ده ان شاء الله باذن الله يوفق ويكسب في الماتشين اللي جايين باذن الله، وان شاء الله يدخل الماتش ده في اجواء كويسه. في عناصر كتير جدا جدا عندها خبرات، في عناصر جديده عايزه تثبت نفسها وتقدم نفسها للجمهور. هتلعب الماتش في استاد الاول بارك، ده من اجمل الملاعب في السعوديه. في نهائي بالظبط الماتشات اللي فاتت اللي هي كانت بين النصر والهلال. بالظبط، ملعب ممتاز. فان شاء الله باذن الله الفريق، وهيكون في الرياض كمان، اعتقد الملعب مش كبير تقريبا 25000، فالملعب هيبقى مقفول، جمهور الزمالك هناك هيكون موجود، الماتش هيتلعب في اجواء كويسه جدا جدا. الفريق حاليا حالته كويسه، وده بيفرق. يعني وجهه نظري انه مش زي قبل كده انه ماتشات الاهلي والزمالك ملهاش توقعات، لا، ماتشات الاهلي والزمالك في السنين الاخيره اللي بيدخلها اعلى فنيا هو اللي بيكسب. يعني لو نادي الزمالك داخل ماتش ده لا قدر الله بحاله مش جيده، وارد انه يتعثر. بس في ناس ممكن تختلف معاك في الجزئيه دي، مهما كانت حالتك الفنيه ومهما كانت حالتك سواء فنيه عاليه او يعني فيها بعض كدربي المشاكل كدربي كسمه الدربيات بالزبط. لكن انا وجهه نظري ان نادي الزمالك داخل الماتش ده بشكل كويس، ان شاء الله على الاقل هتدخل ايكوال، انك عندك نفس فرص المنافس، مش زي قبل كده انك بتدخل بفرص اقل. ان شاء الله باذن الله الماتشين الجايين مهمين جدا جدا عشان الفريق يستمر في معنوياته العاليه. العناصر اللي داخل عندها رغبه كبيره جدا جدا انها تثبت نفسها، بالذات انه في منهم ناس قبل كده لعبوا بتشيرت الاهلي، فاعتقد انه ده هيكون حافز كبير جدا جدا. العناصر اللي موجوده عندها رغبه في انها تثبت نفسها وتستمر، في ظل انك شايف انه في تقريبا اغلب اللعيبه في مصر حاليا عايزه تنضم لنادي الزمالك وحابه انها تبقى موجوده في الاجواء دي. اعتقد انه الموضوع ايكوال جدا جدا جدا. فالفكره بقى هنا هو افكار المدرب وحاله اللعيبه في 90 دقيقه، هو ده اللي هيفرق جدا ان شاء الله. واتوقع ان شاء الله يكون الفوز من نصيب نادي الزمالك. لكن انت بالنسبه لك عبد الله السعيد يبقى في تشكيل اساسي لازم، ما فيش اي برضو بغض النظر عن مركزه بالمناسبه. بالزبط. لان انت تقدر تستخدم عبد الله في اي مكان. بالنسبه لك عبد الله السعيد لازم، سواء كمساند. بالظبط. انت عبد الله السعيد ده لازم وجود عبد الله السعيد مهم جدا. وبعدين احنا جايبين عبد الله السعيد نستفيد بيه سنه ونص سنتين، فاكيد مش هيبقى موجود فيهم على دكه البدلاء، احنا محتاجينه جدا يكون موجود. عايز اكلمك برضو في نقطه مهمة جدا جدا، يعني الكلام كله برضو ان شاء الله احمد فتوح باذن الله يبقى جاهز، بس حتى لو هيكون في المباراه، انت عارف احمد فتوح برضو بعيد بقاله فتره بسبب الاصابه مع المنتخب، في حاله عدم مشاركه احمد فتوح عمر
برضه عمر. اعتقد ان هو وسيد نيمار باك رايت زي امبارح. بالظبط، هو ده سيد كويس جدا على على الجهه اليمين. انا اتمنى انه سيد مصطفى الزناري ممكن يبقى موجود. لا بس اعتقد انه سيد نيمار يقدر يقدم لك حلول هجوميه اكتر في ماتش انت محتاج فيه تكسب. اعتقد انه ده، اتمنى انه سيد نيمار يستعيد الفورمه اللي كان مقدمها في نص الموسم مع فيريرا، لما كان من احد اهم الاسباب اللي نادي الزمالك كسب فيها الدوري في ظروف كانت صعبه جدا جدا. سيد نيمار عنصر مهم، لكنه يستعيد نفسه بدنيا ويبتدي يركز تاني، اعتقد انه يقدر يفيدنا جدا. عمر على ناحيه الشمال مش جديده عليه، لعبها قبل كده، لانه فتوح اعتقد انه بدنيا مش هيكون فيت قوي، ممكن ياخد جزء من المباراه، ممكن حتى تستفيد بيه في نص الملعب، يبقى معاك في القايمه او حتى على الاقل في دكه البدلاء. بالظبط كده، لكن عمر اعتقد انه احنا لازم نستغل ان هو في البيك حاليا، في اعلى فورمه ليه. عمر لعيب دولي وعمر كبير، لعب في المركز ده مع منتخب مصر ولعب فيه مع بيراميدز، لعيب خبره في الماتشات دي كمان جدا جدا، فاعتقد انك محتاجه، ومحتاجه كمان دفاعيا كمان مش بس هجوميا. فاعتقد ان عمر هو اللي يبدا على الشمال اذا فتوح مش جاهز، وسيد نيمار يبدا ناحيه اليمين، عشان تقدر بس كمان تحافظ على شكل معين في خط الدفاع بتاعك. ما تغيرش فيه كتير، غير في خط الوسط في الهجوم زي ما انت عاوز. لكن الدفاع انت محتاج تعمل منظومه متناسقه جدا يا استاذ محمد. ان شاء الله كده احنا باذن الله بنتمنى كل التوفيق لنادي الزمالك الفريق الاول لكره القدم خلال الماتشين الجايين. عايز اروح معاك النهارده الماتش مهم جدا، فريق طايره سيدات نادي الزمالك عنده النهارده نهائي البطوله مع النادي الاهلي ان شاء الله الساعه 8 مساء. قول لي بقى، شايف برده الفريق النهارده ممكن يقدم ايه في ظل الاداء المميز اللي بيقدمه الماتشات اللي فاتت؟ هم بطلات افريقيا، وهم محققين بطوله السنه اللي فاتت محليه، محليا ومحققين افريقيا. اعتقد انه ان شاء الله تكون فرصه ان تكون دي اول بطوله لنادي الزمالك في الموسم دوت. اعتقد ان هم عندهم فرصه كبيره، هيكون عندهم دعم جماهيري كبير، عندهم لعيبه كمان، عندهم لعبات دوليات، لعبات يعني مميزه بقى، عندهم لعبات دوليات كويسين جدا جدا، وهيكون كمان عندهم دعم جماهيري. اعتقد انه 1000 تذكره المتاحين لنادي الزمالك يعني تم بيعهم، جماهير الزمالك ما بتتوصاش في اي حاجه كده. بالظبط، فان شاء الله تكون فرصه لبدايه انك تكون اول بطوله في الموسم ان شاء الله. هم مؤهلين لدوت، وهم فنيا كويسين جدا جدا، وزي ما قلت لك هم بيدخلوا الماتش دوت وهم بطلات افريقيا، فاعتقد ان هم عندهم كل شيء. بس شايف ده يبقى حافز ليهم، ولا ممكن يبقى نوع من انواع الثقه الزايده انك تدخل؟ لا بالعكس، ده حافز. لا بالعكس، ده حافز. الماتشات الالعاب اللي هي اللي هي داخل الصالات دي، يعني لازم ان تكون فيها يعني واثق من نفسك كويس جدا جدا، ده شيء مهم. لكن كمان الاداء في ارض الملعب شيء لا غنى عنه، بالذات انك بتلعب فريق مش بعيد عنك، لا هو تقريبا في نفس المستوى. فاعتقد ان هم بالجديه المطلوبه ان شاء الله يقدروا يدخلوا اول بطوله نادي الزمالك. طب انا يمكن اتكلمت مع حضرتك في اول الحوار خالص، ان انت قلت لي ان نادي الزمالك دلوقتي الاجواء العامه يعني بشكل عام مختلفه عن الفتره اللي فاتت. فشايف برضه دور مجلس الاداره في ده اكيد دور كبير جدا، انه رجع تاني نادي الزمالك، ورجع لنادي الزمالك المناخ الاستقرار بقى على النواحي الاداريه والنواحي الفنيه لكل الالعاب مش بس لعبه كره القدم. بالظبط، احنا دايما كنا بنتكلم انه هو كابتن حسين لبيب كان دايما بيقول انه نادي الزمالك انه بيسعى انه يرجع ايمج تاني نادي الزمالك وصورته. يعني الصوره الذهنيه اللي كان دايما وابدا معروف عليها نادي الزمالك في كل الاوقات. بالظبط كده، بالظبط كده يعني. فاعتقد ان هو ماشي في الطريق ده، هو ومجلس الاداره في سيستم شغل في نادي الزمالك كان مفتقده بدون شك. كل عنصر عنده دور بيأديه وبيسعى في ملف هو معين انا بشتغل عليه، وبيسعى ان هو ينجح فيه. واعتقد ان هم كلهم بلا استثناء بصراحه بدون اسماء يعني ماشيين في ده بشكل كويس جدا جدا. الموضوع ده منطبق عندك على كل الفرق، يعني فريق كره اليد ماشي بشكل كويس جدا جدا، تم تدعيمه بعناصر واعده جدا 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 وممتازه، وحتى العناصر شفنا ده في المؤتمر الصحفي الكبير اللي كان فيه تقديم الصفقات لفريق الكوره وفريق الطايره وفريق اليد، وحتى ولاد النادي المميزين اللي لعبوا في منتخبات الناشئين في المناصب. بالظبط، لعبوا وفي فريق اليد كمان لعبوا وظهروا بشكل كويس في الماتشات الاخيره. بالزبط، فريق الطايره كمان عنده لاعبين مميزين وماشي بشكل كويس. المدربين اللي هم اولاد نادي الزمالك ماشيين بشكل كويس مع الفرقتين في الطايره وفي اليد، وان شاء الله باذن الله كمان في الباسكت. فاعتقد ان الامور ماشيه بشكل كويس، هي منظومه كامله طالما كل واحد بيأدي دوره. نادي الزمالك دلوقتي بيدار بسيستم بشكل مؤسسي وبسيستم، وان شاء الله اللي جاي يكون احسن. في استراتيجيه واضحه واهداف واضحه للمسؤولين. بالظبط، انت عندك تارجت ماشي فيه، حتى كمان في ملف التسويق لتيشيرت نادي الزمالك والاسم نادي الزمالك، اعلانات زي ما انت شفت الموضوع. بالظبط كده، هي الاسماء دي كلها جت ليه؟ لانها شافت ان في ناس بتشتغل وناس بتعلي في اسم نادي الزمالك وبتقويه، فبالتالي انت عندك بطبيعه الحال شيء جميل جدا جدا ومهم، فانت بتبتدي بقى تلمعه وتظبطه عشان الرعاه يجوا ويرجعوا تاني يشتغلوا. صحيح، انه نادي الزمالك انا في وجهه نظري نادي الزمالك تيشيرت نادي الزمالك ما ينفعش يكون عليه مش اقل من 5-6 اعلانات يعني. صحيح، ده الطبيعي. صحيح صحيح، بالظبط. فهم زي ما قلت لك هم ماشيين بشكل مؤسسي، وده المهم. نادي الزمالك نادي كبير جدا جدا جدا، اكبر من انه يدار بشكل فردي. مش هينفع حتى لو انت سوبرمان، مش هينفع طالما ان في شكل
مؤسسي وكل واحد بيأدي دوره ومعاك جمهور كبير جدا جدا هو ده اللي هيتماشى مع كيان كبير زي ده اللي هيسمح لك ان انت تتطور وتتقدم. وانا في رايي ان هم عملوا معجزات في فتره قليله بالظبط بدون والله بجد معجزات في فتره قليله فان شاء الله يكملوا على ده بالظبط. انت لو كنت كلمتك من 3 4 شهور الموضوع كان ده هيخلص وده هيخلص وكنت هتقول لي انت بتقول اي كلام ما كنتش اصدق. وفي ناس لما ملف اللي هو فك القيد والكلام ده كله اتاخر في ناس بدات تشكك بالظبط فين في النهايه الناس اوفت بوعدها فكوا القيد ودعموا صفقات مش بس في الـ في الـ في كره القدم في كل الالعاب هم اصلا مستلمين كل الالعاب بلوك في القيد يعني بالظبط بالظبط. لا لا انجاز واعجاز بصراحه يشكر شك. يعني عليه مجلس اداره نادي الزمالك ان هو في خلال الوقت القصير ده قدر يحقق كل اللي حضرتك الاسماء ده. كمان اللي موجوده يعني هم الاسماء لا لا اللي أسماء موجوده اسماء مجلس اداره الاسماء اللي موجوده كل واحد فيهم يدير كل واحد فيهم يدير اتحاد كل واحد يعني مميز اساسا في شغله بعيدا عن نادي الزمالك بالظبط. وده اللي كان نادي الزمالك محتاجه ده بالظبط اللي كان نادي الزمالك محتاجه حتى الناس اللي بتشتغل من بره بالزبط. الناس المتعاونين مع المجلس من بره سواء لجنه استثمار او غيره كلهم اسماء كبيره حتى الكابتن حسين لبيب قال لك انا بشكر المحبين غير بقى مجلس اداره نادي الزمالك انا بشكر المحبين واي حد ساهم في حل كل حاجه داخل نادي الزمالك والمحبين دول جم لانهم شافوا ان في مجلس اداره بيقدرهم بالزبط. وبيقدر اسم نادي الزمالك وبيشتغل لنادي الزمالك بالظبط. يا استاذ محمد الوقت جري من حضرتك بسرعه انا بشكرك شكرا جزيلا وبتمنى لحضرتك كل التوفيق ان شاء الله الفتره الجايه. شكرا لحضرتك شكرا يا فندم. يعني مشاهدينا خلصنا كلامنا النهارده في نهارك ابيض كان حوارنا مع الاستاذ محمد عطله اتكلمنا معاه النهارده عن الفريق الاول لكره القدم نادي الزمالك واكيد فريق طائره سيدات نادي الزمالك اللي هيستعد النهارده ان شاء الله لنهائي البطوله امام النادي الاهلي. المباراه اللي هتذاع على قناه نادي الزمالك هتكون الساعه 8 مساء ان شاء الله دايما تكون قناه نادي الزمالك عند حسن ظن كل مشاهدي وجماهير القلعه البيضاء في كل مكان. وبشكر حضراتكم على حسن المتابعه اشوفكم دايما على الف مليون خير.